معنا اليوم المشاركة في الندوة اللي راح تكون تحت عنوان الرئاسيات في إطار الوضع الراهن، واللي راح ينشطها كل من السادة أحمد بن بيتور وسيد سفيان جيلاني، فاللي تفضلوا معنا مشكورين. كان مقررا أن يكون معنا السيد محمد مشاطي، لكن لأسباب وظروف طريقة تعدل عليه باش يكون معنا اليوم في هذه الندوة، لكن يأكد السيد مشاطي غيابيا أنه ملتزم رسميا ومعنويا بهذه المبادرة وكل ما ينتج على هذا اللقاء. قبل ما نبدأ هذه الندوة أدعو نفسي والحضور للوقوف إلى النشيد الوطني. السيد أحمد بن بيتور رئيس حكومة سابق في مرحلة من المراحل، وتقلت أيضا عدة حقائب وزارية، وأول من أعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة إن شاء الله. ويسعدني أيضا أني نرحب بالسيد سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، فإذا تحية لسادة المحاضرين. كما هو معلوم يفصلنا رسميا سنة واحدة بالضبط عن موعد الاستحقاقات الرئاسية، مما يستوجب فتح نقاش حول هذا الموضوع على هذا المستوى. اليوم تعيش الساحة السياسية الجزائرية حالة من الغموض وحول هذا الموعد، واللي يعد بمثابة مرحلة مفصلية اللي راح تحدد معالم المرحلة القادمة. نجد أن هناك من يدعو رئيس الجمهورية الحالي لترشح لعهد رابعة، وهناك من يعارض هذه الفكرة وهذه الدعوة، وفئة ثالثة من الصامتين أو المترقبين لتنتظر تطور الأحداث باش يعلنوا على مواقف تاعهم حيال الرئاسيات، وهناك من جهة أخرى من أخذ خطوة استباقية وأعلن ترشحه للرئاسيات. على كل حال، من دون إطالة أحيل الكلمة في البداية إلى السيد أحمد بن بيتور، وتفضل. مشكور جزيل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر جزيل الشكر على التواجد المكثف لإخواني وأخواتي المتواجدين هنا وعلى هذا المستوى من الكفاءة المرتفعة، الحمد لله. فيما يخص موضوع لقائنا اليوم ونتكلم على حالة البلاد من جهة والانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، ربما أحسن طريقة للتطرق إلى حالة البلاد هو النظر أولاً إلى طبيعة السلطة، وثانياً إلى كيفية طريقة أفضل للتطرق إلى حالة البلاد ما هو التطرق إلى طبيعة السلطة من جهة، ونعيد إنتاج الثروة وتوزيعها. لما نجوم إلى طبيعة السلطة في الجزائر، هي متكونة من ثلاث معالم. الأولا سلطة تسلطية، معناها التسلطية ما تقبلش الرأي الآخر وما تقبلش حتى عدم الحياز، وبالتالي راك معايا وتصفق ولا راك ضدي. في هذه الحالة السلطة تكون ما عندهاش معلومة دقيقة على أحوال البلاد، وتبقى في حالة غير مطلعة على أحوال البلاد. هذه الميزة الأولى للسلطة. الميزة الثانية للسلطة هي ما يسمى بالنظام الإرثي، بالفرنسية يسمونه ريجيم باتريمونياليست. هذا النظام الإرثي معناه كان في قائد
تدور حوله مجموعات تتنافس فيما بينها لإرضاء القيد للاستفادة من تبرعاته، بينما تحسب الـ